منذ فرض القيود الغربية الأولى على صادرات النفط الروسية في ديسمبر 2022، موسكو جمعت أسطولاً سمي أسطول الظل، يضم أكثر من 400 سفينة لتنقل حالياً حوالي 4 ملايين برميل من النفط يومياً بعيداً عن متناول العقوبات. إليك تفاصيل جمع روسيا لأسطول الظل. شركة لوك أويل الروسية استخدمت ذراع الشحن التابعة لها لتمويل محاسب بريطاني يدعى جون أورميرود لشراء 25 ناقلة مستعملة بين ديسمبر 2022 وأغسطس 2023 بتكلفة تزيد عن 700 مليون دولار، ليتم تعيين شركات مقراتها خارج روسيا لإدارة تلك السفن. السفن 25 نقلت حوالي 120 مليون برميل من النفط من روسيا منذ استحواذ أورميرود عليها، وبتقدير متحفظ لسعر البرميل عند 60 دولارا فإن هذا يعادل 7 مليارات و200 مليون دولار من الصادرات. فهل تنجح روسيا في حماية أسطول الظل؟